بدأ سوء تحرج من استعمال مصطلح إسلامي. كل سنة تلقاو واحد الحركة باستعمال مصطلح إسلامي، وكثيرا ما أرى بوادر لنية خلق حواجز وعوائق دون التواصل مع أغيار المخالفين نتيجة هذا المصطلح. واش نسمي حنا؟ أنا بحق تبرز كنلقى هذا المشكل في الشيطان كتعرفو ياك، الشيطان كتعرفو، عرفو الشيطان مزيان. الحمد لله العلماني مسلمين، اليساريين مسلمين، إلا إلا شغلهم. وهذا رصدي أيها الإخوان، باش نتعاملوا مع الناس برحمة الصبر. هذا الشيطان هو الله سبحانه وتعالى رخص له بتأسيس حزب، إنما يدعو حزبه ليكون مسحاً للسعي، وأعطاه الأمد الزمني أنظرني إلى يوم يبعثه، وأعطاه وسائل الإعلام، أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد واعدهم، اخضم مع راسك، اخضم مع راسك ما كاين حتى شي مشكل، واش الإخوة ما كاينش شكل ما بين الديمقراطية أحسن من هذه؟ ما كاينش شكل ما بين الديمقراطية في العالم مؤثرة بلا تحسينات، فلماذا لا نثق بآراء الناس؟ أنا كان قلت الواجب الحق يعني الإلحاد ديالو بشرط أن ليس في كذا من حرام فقط، ولا يحمل سلاحا. غير كنقولوا هاد المداخلة اللي سميتها قواعد، سميتها قواعد وإعلان مبادئ للدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، هذا الرأي ديالي صواب ويحتمل الخطأ. أجل حبيب قول دولة مدنية بمرجعية علمانية، الحق رأيك خطأ احتمل الصواب. هذا الشيء اللي غادي نقول، هذا الشيء اللي بمرجعية ماكسية ما كاين حتى مشكل. شكون هو الحاكم؟ هو الشعب، هو الشعب الحاكم، هو الشعب بشرط أن تتكافأ الفرص لكي تبلغ إلى الناس كلمتك وحجتك وخلفيتك ونظريتك بدون قمع، بدون استعمال أدوات الدولة، بدون تغليب طرف على طرف، وتتكافأ الفرص، واللي غلب الله يعاون واللي غلب يعفو، ما ينتقمش من الاخر. بكل بساطه ايها الاخوه الكرام، لكن جمال الخطاب الاسلامي اكثر من 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 غيره، من غيره، لان خصنا نحتاج واحد الشويه باش نتقاطعوا الاساليب ديال تدبير الخلاف مع الاخر. عندك الحياه ما عندكش الحياه، كتخرج الجامع ما عندكش الجامع، كيخرج الجامع ما كاين. كاين خلاف تقليب وجهات النظر، كاين هناك واحد الرواسب التاريخي خصنا نزولوها. وكاين واحد القضية أخرى أيها الأخوة الكرام والحضور الكريم، خصنا نسطوش واحد المسألة مهمة، يجب أن نحترم مقامات الحديث. من مصيبة نحن المغاربة أننا نريد أن نقول كل شيء، كل شيء في مناسبة واحدة. هاد الندوة فكرية نقلبوها ندوة صحابية. شو الموقف ديالك من الاتحاد الاشتراكي؟ شنو الموقف ديالك من النهج الديمقراطي؟ شنو الموقف ديالك من الحركة الأمازيغية؟ وغادي نجاوب عليك بجملة بجملات. كاين ممكن نخوض بعض المواضيع التي تحتاج إلى مطارحات فكرية متأنية، تقلب النظر في التاريخ، وتفتش على الجذور النفسية للاستبداد، وقضية أخرى كذلك. هاد الإخوان اللي كيقولوا لك ما خصناش نسقطوك واحد النظرة خطيرة جدا، وهو نظرة ديك النظرة العالمية للتاريخ ديالنا. أمويين، عباسيين، عثمانيين، ما كان والو، هذا خطأ، هذا خطأ. وإلا هاد التصور الفقهية العظيمة شنو غاديروا بها؟ رميوها في مسبرة التاريخ. هاد التصور الأحكام السلطانية على علاتها واش غاديروا بها في مسبرة التاريخ؟ هاد التنظيمات الحضارية التي ابتدعها الأمويون والعباسيون والعثمانيون غادي يرميوها في مسبرة التاريخ. ولكن كلامنا محدد، كنسيب ليه على واحد القضيه، شنو هو؟ هو نظام الحكم. وهنا غادي نرجعوا للحديث ديال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اشنو هي هذه السنه؟ شنو نقصد بها؟ الصلاه، الزكاه، تقع الصلاه؟ لا، هذه قتلت بحثا من طرف الصحابه، من طرف الدين، من طرف السنه، من طرف الكتاب. ميراث الجد اختلف فيه ابو بكر ووحدين اخرين بما غناخذوا، ولكن المقصود هو السنه السياسيه ديال التداول الشوري على السلطه. هذه فاش خصنا نشدو،
عليكم بسنتي، انا ما استخلفت شيء. ابراهيم ابو القاسم مشاو عند الله قبل ما قبل وانا حي. انا خلفت غير بنيتات فاطمه الزهراء ووحده اخرين، هذا الحكمه الربانيه. ما قلت لا العريس ولا الخلافه ولا شي واحد اخر بن عمي ولا حتى حاجه، وانما تركت الامه تركت خيار للامه. كذلك الخلفاء الراشدين، ابو بكر ما خلاها لولده، عمر ما خلاها لولده، وكان خلاها لعبد الله بن عمر، غيكون اهل لها. سيكون اهلا لها. ونعم. فهم ذلك؟ باش رجع السته شنو قال لهم؟ فليصلي بهم صهيب، لان يصلي بهم واحد من ذاك السته سيعتبر ترشيحا له. وادخلوا عبد الله بن عمر في المشوره وليس له شيء. ما عنده حتى حاجه. ماشي العزل. ماشي الكاد ديالنا، لا هو العزل عباده. فخصنا ايها الاخوه الكرام خصنا ندققوا كنت حضرت واحد الندوه مع الاخ الساسي جا كمنا بواحد الندوه وكيتكلم على كان ذاك الساعه 20 فبراير في قمه الحركه ديالها وقدم اشتراطاته المعلومه الدوله المدنيه الملكيه البرلمانيه الحريه الشخصيه هذا راي محترم نخالفه فيه الحقيقه نختلفوا ولكن نقول له مختلفين لان كاين رواسب وكاين بعض الاسلاميين لا يطمئنون بعض الاسلاميين ولا هامش الحركه الاسلاميه لا يطمئنون الاغيار غير كتبدا انت الحركه ديالك اول مره وتشن الحرب على المتبرجات في الشارع واش المشكل من المتبرجات اول مره اول حاجه نديرو الفتاوي ديال ما تحت الحزام هادو لا يطمئنون الاغيار والمخالفين يعني اننا خصنا نمارسو واحد الخطاب ديال الطمأنينه للناس أن نشيع السلام، أفشوا السلام بينكم، راه ماشي مجرد كلمة تقال ونبينا عليه السلام، وإنما السلام العملي في التصور، في الحركة، في النظرة، في المعاشرة مع الناس، وكل واحد يقول الكلام ديالو، الحرية الشخصية محمية بالشريعة، تقولوا لي كيفاش؟ غناخذوا مثال، حد الزنا، أربعة ديال الشهور. أربعة ديال الشهور يستحي أنك تجمع أربعة ديال الشهور يستحي إلا إذا انتقلت الفاحشة من طور السورية السرية إلى المجاهرة في الشارع عاد غير يكون إلى كانوا تساوت كل عام والو عندك يكونوا غير ثلاثة جيب واحد يعطيك جديدة أربعة مما يعني أن الحرية الشخصية محمية ماشي يمكنك تبقى شوف داك الثقة ديال الباب وغتبقى تركب عليه شنو كيدير بل أنه غتشوفوا عريان وعريانة الفقهاء كيقول حتى ترى ذاك المنودي في المكحلة الحرية الشخصية محمية بالشريعة هذا هو الفهم الصحيح للشرع غير ما كنفهمو الشرع كنبقاو نضربو يعني أخمسا بأسناد هذه مسائل ولذلك عندما نقص على التاريخ نتجه إلى العملية التي مورست لتزييف الوعي هذاك العملية ديال تزييف الوعي هذه القضية الخلافة أنا حقيقة ضد الغلو كأننا كنصورو كأن هاد الناس كيتكلموا غير على الحكم والخلافة الخلافه تاسس ما معنى الخلافه؟ راه بكل بساطه بكل بساطه شنو هي الخلافه؟ الخلافه راه كل واحد من التنظيمات العلمانيه واليساريه والاسلاميه كانوا كينادوا بالخلافه ولكن كل واحد بحسب الهوى ديالو ما معنى الخلافه؟ الخلافه هي الدوله الامميه بمرجعيه معينه حنا كنقولوا مرجعيه اسلاميه من حقك تقول مرجعيه اعلاميه العلمانية والحكم والشعب واحد قال أنا بغي المجتمع الديمقراطي حداثي هذه يوتوبيا هذه طوباوية هذا حلم هذا مثال يسعى إليه واحد قال كسيدي أنا بغي المجتمع لا طبقي الشيوعي الماركسي ينمحي التفاوت الطبقي نهائيا دولة أممية واحد قال أنا بغي المجتمع العربي الاشتراكي الموحد مزيان واحد قال لك انا باغي دولة المهدي دولة المهدي ديال الشيعة الذي سينتقم من اعدائه ويؤسس دولة المهدي ياك فهي السعي الى دولة اممية المشكلة يجب ان لا نركز على الاشكال الاشكال تتطور مع مرور الزمن فيدرالية كونفدرالية هذه كلها مرحب بها المشكل والباب هو المضمون كما قال الشاعر هات العدل وكن طرزا
هاتي العدلة وكونطرتها. راه المشكل هو المضمون، عطيني المضمون ديالو، الكرامة ديال الناس والحرية ديالهم والحقوق ديالهم، ويعبد الله كما بغاو ماشي كما بغا له واحد اخر. وسميها كما بغيتي، سميها ملكية سلطانية كما بغيتي سميها، لا اشكال في الاصطلاح، سميها كما بغيتي، ملكية برلمانية سميها كم. المشكل هو اننا عندما نقيد بالمصطلحات ويراد لنا ان نسجن في المصطلح. ملك احنا سيدي حنا باغيين ملكية برلمانية، وخصكم تقولوا على ملكية برلمانية بهذا المصطلح. هذه المشكلة ماشي راه كانوا كيقولوا الديمقراطية، كانوا كيقولوا الديمقراطية الحسنية، ولكن اصفرات على تاز ممت ولا لا؟ تاز ممت دابا الديمقراطية المحمدية، علاش غتصفر الله اعلم. مما يعني اننا يجب ان نلجا الى الامور ايها الاخوة، ما نكونوش بواحد السذاجة ونبقاو راه كاين ما يسمى بجنايات المصطلحات. جنايات المصطلح يجني على صاحبه، خصنا نمشيو. لذلك الله سبحانه وتعالى شنو قال؟ يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، لان اليهود كانوا كيمروا على المسلمين كيقولوا راعنا، يعني من الرعي، يعني التمييز حتى في المصطلح، ولكن بشكل ان لا نسجن في 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 المصطلح. مسألة أخيرة بيستوي إن شاء الله تمام. قضية الفقهاء جبتيها لك، كنت قلتها السي محمد السايح راه كيسمع لينا، يعني غير السبلاحة قال لك الفقهاء فالقرويين كانوا جميع العلوم كيديروها بالمتون بحال ابن عاشير. ابن عاشير مثلا يقول عبد الواحد بن عاشيري مبتدئا بسم الله القادري وكذا الى اخره، او لا مصطلح الحديث صحيح بالتصاد اسناده هو لم يجد او يعد يرويه عدل ضابط على مثله معتمد في ضبطه ونقله الى اخره. حسن الفرنساوي يديروا على المتن القوي، كيقول الرأس تطلع عنقك وان اردت كسرة فقل بوكو يزول ما شاء الله مش فقط لاحظوا عندي. Thank you.